اهلا وسهلا، صباح النور، صباح الفل الناس كل. احنا وصلنا لمدينة مدنين، الى وسط مدينة مدنين، حاليا موجودين في شارع حبيب بورقيبة وين الرومبوان تاع بني خداش. هذاك الرومبوان اللي يهز بني خداش او يسمى رومبوان بني خداش في مدينة مدنين، الناس مدنين يعرفوها كيكا. دونك المحل الغمراسي معروف في مدنين، محل غمراسي يخدم فريكاسي، يخدم حلويات الجنوب، قرن غزال، تطاوين، مقروض، يويو الى غير ذلك. دونك احنا لقيناه في الوقت هذا يعمل في الفريكاسي. الطريقه نتاعو من النظره الاولى معناها تختلف برشا، اختلاف كبير برشا على الطريقه الموجوده في بعض المناطق الاخرى، خاصه في تونس العاصمه، سواء في نهج الدباغين او في غير الاماكن الاخرى. فنيات نتاع خونا بارك الله عليه، دونك معانا الحاج صاحب المحل. اسمك بالكامل؟ محمد بن غوتيش، من اول التسعينات على كلمة. من بداية التسعينات موجود في نفس المحل هذا. باهي، الاختصاص تاعك ما بار، احنا خلطنا تو على الفريكاسية، تخدموا فريكاسية. شنو اخر تقدموه للزباين نتاعكم كامل اليوم؟ الحلويات. اي، تخدموا فطاير ولا ما تخدموش فطاير؟ كويس. اي، الصباح تخدموا فطاير. تحكي على الحشو نتاع الكاب فريكاسية من بعدها تحضر. الحشوة اللي موجودة هذا البطاطا، الزيتون، هريسة، عظام، طن، طن هذاك هو. مات معل داشينا عملية التحضير نتاعها وقتاش؟ ساعة، عطينا اسمك ساعة. علي بالهادي. سي علي بالهادي، العشينة هذه نتاع الفريكاسية الحلوة اللي نشوفوها احنا ولدت تهب، العشينة نتاعها كيفاش تحضر بالضبط؟ تحضر يعني نص ساعة تحضر. تعجنوها نص ساعة تكون حاضرة لل، معناها مش كي العجينة تاع الفطاير مثلا تباد ولا حاجة كيف هكا. اسمع، هي حكاية تباد هذه ما عادش منها، نستعملوا في الخميرة هكا الباتيسيير. اي، لف لف تولي تخمر فيسع فيسع. قبل ممكن كان ما فهمش الخميرة هذيك الباتيسيير ممكن. بالنسبة للعجينة شنو هو المكونات نتاعها؟ سميد، فرينة، شنو بالنسبة للفريكاسية نتاعها؟ فرينة وعظم. فرينة وعظم وزيت. وزيت. أما الطازج تاعها يلزم تنعجن على قاعدة. تلزم تعجن مليح. على قاعدة. مي بارد واحد. مش يعني سكر 100% فرينة وعظم. فهمت. المهم ما كاينش الزيت. الباقي في الفرن والواحد ما ركزوش عليه. واضح. واضح. معناها تو كيفاش تبقى ولا هنا في قبل التعدى باش تتحشى تتعدى الحريف عندك انت تستقبل الناس. قد ما تكون سخونة اخي. قد ما تكون سخونة احسن. تعطي جو احسن. اي طبعا، معناها فما فرق بين كبير وحتى اللي معروفة. شوفوا اللي هبطوا تو تشوف فيهم بالزيت، خزروا لهم هذول هبطوا من قبلهم شوية يمكن تقريبا. تلقاها شايحة يعني بالزيت. حاج نجول للسويم تاع الفريكاسي. ايوه. قداش كعبة الفريكاسي؟ فما زود انواع، فما بالطن ولا ما غير طن؟ من غير طن. اي، بالطن ب 600 و 700 بالطن، من غير طن ب 600. واضح. اي معلوي. الحلويات اللي موجوده عندكم الاسوام نتاعها مثلا قرن الغزال بالكعبه ولا بالكيلو؟ بالكعبه. الكعبه بقداش؟ 700 الكعبه. 700 فرنك. الحشوه نتاعو شنو؟ جوج وكاكاويه. اي، شويه شويه جلجل. شنو لا مريض؟ حلويات الأغلبية نتاعها كان في رمضان. كان في رمضان. ما تو الدنيا سخونة فهمتني ولا؟ اليو هذا بقداش كيلو؟ 7000. 7000. وكبير الكعبة بقداش؟ 700. المقروض عندكم بقداش كيلو؟ 6000 كيلو. عادي هذا مش بالعادي. لا عادي. كله 6000 كيلو. هذا بتبيع الكعبة ب 700 خلي كيلو. كيلو قداش؟ كيلو ب 11 دينار. 11 دينار. الكعبة 700.
مرحبا. دير البخارق ولا دير زلابيا مع السخانه اي نولوا نلغوه ثم عليهم طلب لكن فهمتك يعني. احنا نشكر سي حسين من ماذا بيعطيني لقب حسين جميل من مدينه مدنين هو الجيد نتاعنا هو اللي مش عاوننا في جولتنا اليوم في مدينه مدنين يعطي الصحه بركه توفيق عايش الحمشه لك حسين عايش دونك ما تخلو حسين جميل على الفيسبوك تعرفوا فكرتوا نشكر سي سالم زاد على الاستضافه يعطيك الصحه سي محمد سي محمد وسي سالي سي محمد سالي دونك تجيو طابت المدنين ماذا بيكم تتعدوا بحذا الغمراسني تاخذوا فريكاسي وفطاير صباح ثم قرن وزير ثم برشا علويات حلوه برشا يعطيكم الصحه شكرا جزيلا على المتابعه هذه الفيديو نتاعنا اليوم هذو كابت فريكاسي الى لقاء قريب في فيديو اخر ان شاء الله وما الله يرضى الوالدين الى اللقاء